السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة مستر كريبتو؟ فيديو مهم جدا لازم تشاهده قبل ما تدخل بالسوق بالوقت الحالي لحتى تعرف وين اتجاه البيتكوين. طبعا رح نشرح كل التفاصيل بهذا الفيديو. قبل ما بلش الفيديو بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. خليكم معنا لهذا الفيديو حتى تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. اول اصدقائي، تشكل عندي نموذج الوتد الهابط على البيتكوين. طبعا اغلب الاحيان بيكون الوتد الهابط نهايته الصعود. حاليا اصدقائي احنا عندنا نموذج الوتد الهابط، يا اما بيتم الاختراق الى الاعلى وتتشكل عندي موجة صعود مثل موجة الصعود اللي كانت بداية الوتد، اللي هي بنسبة تقريبا 13%، يعني من منطقة الكسر اللي راح تكون بمناطق 27300 الى مناطق 13% او ارتفاع بنسبة 13%، يعني ارتفاع الى منطقة 31,000 دولار في حال نجاح نموذج الوتد الصاعد. لكن اذا شفنا شمعة يوم، طبعا احنا نتكلم عن فريم الوان دي، اذا شفنا شمعة عكس اتجاه وبعد تغير في اتجاه البيتكوين وشمعة عكس اتجاه، فممكن نهبط الى قاع الكريدور، يعني لمناطق 24,500 هاي المرة، وبعدها يصير عندي ارتداد من هاي المناطق الى منطقة 27,500. يجب الحذر والانتباه حتى نعرف وين يتم الاغلاق. حتى تتأكد اجابة البيتكوين لازم نغلق اعلى مناطق 27,400، وطبعا لازم نخترق مناطق الموفيج افرج 200 اللي راح تكون عند مناطق 27,600 بعد اغلاق شمعة يوم اسفل الكريدور او اعلى الكريدور. بعد اغلاق الشمعة راح يتحدد اتجاه البيتكوين كان للاعلى او ان كان الى الاسفل. طبعا اصدقائي حاليا فاتح صفقة على الذهب، انتظرت الذهب لحتى هبط للدعم اللي انا بدي اياه، اللي هو دعم 1935. انتظرت الذهب بهاي المناطق ودخلت صفقة لونج بسعر 1934.7، لحد الان عندي مربح 11 دولار. طبعا هدفي على الذهب راح يكون مناطق 1960. اذا بعمل صفقة فصل لصفقتين، بما انه عملت تعزيز باول مرة ب 36 وبعد عززت بمناطق 32، لهيك راح يكون متوسط دخولي منطقة 34، وهدفي 1960 راح احصل الربح بالصفقة الاولى 134 دولار. طبعا هاي الصفقة الاولى. الصفقة الثانية 1960 وبحط حسب الربح راح يكون 117 دولار، وعندي 130 دولار، يعني اجمالي تقريبا 250 دولار عند منطقة 1960. هاي هي هدفي، اللي هي عند مقاومة 1960 راح تكون مقاومة قوية، ممكن ادخل صفقة شورت، ممكن انتظر اغلاق اعلى هاي المقاومة لحتى ننطلق لمنطقة 2000. لكن ما اتوقع الذهب صراحة يتجاوز 1970 للمرة الاولى، لهيك ممكن يصير عندي تقلبات عنيفة للذهب. منصة اكسس اصدقائي بسمح تتداول كريبتو بجميع انواعه، تسمح لك تتداول فوركس، تسمح لك تتداول اسهم وجميع ما سبق، يعني تقدر تتداول على كل شيء داخل منصة واحدة. طبعا اصدقائي حتى لو انهارت منصة باينانس وانهار سوق الكريبتو ما بيأثر على منصة اكسس، لاني منصة اكسس بروكر فوركس ولا يتأثر بسوق العملات المشفرة. اصدقائي بنكون وصلنا لهي الفيديو، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.